فلاشات اشتغلنا. طيب نسأل مبارك. مبارك، من ناحية الحسابات المهكرة هل تستطيع استرجاعها بدون إيميل؟ بدون إيميل أساسي لا أبدا. مو بنا الأغلبية. أول ترى كانت دعوة سلة جبل الجلد يمديك تدخل أي شيء. حلو. الوقت الحالي لا، لازم الإيميل الأساسي. أها. ما في إيميل؟ ما في إيميل أساسي يطلب الله. مرة. استرجاع ما يجب. الله، في كنت ناوي جايب لك حساب ابيك ترجع. لا بس استرجاع. ايه بس بدون ايميل. يا رجال خلك، شوف انا نصيحتي لك ولي ولهذول اللي خلنا بعيدين عن هذه الحاجات، لانه راح نتوهق فيها. وحنا دائما مع مخالطتنا الناس ومعرفة الناس نفكر انه صحيح لا سمح الله مع الشغل مع الازدحام كذا نعطيهم اوكي وكل شيء. عجيب. اي والله، فحاول انك تتجنب الحاجه الضروريه. انا والله حتى طلعت من جروبات حصل فيها بلاوي. يا سلام. اي والله نصيحه جميله. لكن انت تقول لي قدام شويه ايش بك على الجوال. الحقيقه كثير تفاعلوا مع هالصوت ومع هالكلام. يا سلام. اي والله، منهم ابن الخاله والعزيز والاخ الشقيق اللي ما جابته امي، مستر بن سعد. انا اسف والله يا ابو سعد، تتصل بي على القناة وتقول لي وين أنت وكذا وما اتصلت بك ولا ما تواصلت معك. هو تعبان، كان تعبان، سأل الله أن يشفيه. وكلوا قلوا آمين. اللهم آمين. فاتصل بي الآن يقول أنت فين يا ابن حلال؟ شوف أسمع صوتي وراه في هذا. فأنا آسف والله، المفروض أني أول ما جيت أني أكون جيت سلمت عليك، وأني الواجب لك والتقدير لك والأخ والمحبة اللي بيننا والخوة اللي بيننا تفرض علينا ذلك. لكن علم الله أنا من يوم جيت أني مشغول، والقناة هي أهمنا وبيتنا الآخر. فعلا لهم علينا حق، لأن عرفنا كثير من الناس عبر هذه الشاشة الكريمة. فالعذر من الله ثمك. ثم العذر الآخر لا محمد بن زايد الجنينة، الله يرفع قدرك ويجعلنا خير مما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون. أبشر والله، أنا والله رسائلكم هذه تاج على رأسي، أعتبرها والثناء. وانا يعني زي ما تقول مخضرم بين الباديه والحضاره. والله يوفقنا وياكم. كثير والله الرسائل، لكن هذا اللي حبينا نرد عليه ابو عبد العزيز، لان من الان اشغل الجوال وين الصوت هذا وايش البيوت هذه وين. فهذا العلم. واسال بما تحب وابشر بالخير. هنا عندنا رساله من ابو مشعل الكويت. اي نعم، ابو مشعل دائما يشاركنا حبيبنا. اي نعم، يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخ ابو عبد العزيز.